كذلك تضررت منازل عدد من الصيادين في ساحل محيفيف جراء الإعصار، وارتفع منسوب المياه في ساحل محيفيف حد طمر عدد من المنازل والمحال التجارية والمطاعم في كورنيشي مدينة الغيضة. البحر كسر كل شيء، والماء والمطر وكل حاجة، كسر الصناعات، كسر الهواري، كسر كل شيء، حتى الدكاكين، حتى كل شيء، مساكن البحارة وكل شيء، والمخازن ما عاد باقي شيء، وكل شيء كسرها. الناشد السلطة المحلية وهذا حق البحر على الصيادين، وعلى هذا تفقد الصيادين، تفقد الناس، يمكن حد مات ولا شيء، ما حد فقد حد، ماشي أي حد لحد، الله يكون في عون الجميع. بس ناشد عدد من سكان منطقة محيفيح السلطة المحلية والحكومة والمنظمات بسرعة التحرك لإعادة الخدمات، وأكد السكان أن منطقة محيفيف تعتبر منطقة منكوبة نتيجة الأمطار والسيول إثر إعصار تيج. البيوت حقنا تهدمن، والدرامات حقنا حق المروحن، والغنم حقنا روحن، وقلنا حالتنا حالة، معانا أكلنا داخل المخازن والعاد حاجة كذا، مصلح رز حقنا كذا كما كذا، ولا نموت جوع في البيوت حقنا. ناشد من؟ ناشد المحافظ وناشد المسؤولين الكبار هذول. صار البيوت تهدمن، شوف البيوت حق الناس تهدمن، حيوانات ماتن، شوف المصورات اللي مصورين هنا، ونحن طول الليل كما في السيل كما على في البيوت حقنا. الماء قفقنا من الساعة 9 لما الساعة 12، لما الساعة 3 بالليل، وهي كذا. نحن متضررين من هذا الاعصار، نحن متضررين منه من امس بالليل، حاصرنا من الساعة 9 بالليل لين الفجر. البيت هذا حقنا السيل منه جاء ومنه ما عاد طلعنا منه، من كل النواحي يعني مسكر، والان لما هو مستمر الى المحافظ والرئيس العليمي والوزراء وجميع الوزراء. تضررنا من الاعصار، البيوت كسروا والطرق كلها مقطوعه، والسلطه غايبه علينا، لا حد اغاثنا من امس في الليل وصباح، ولا للسلطه اي دور في وجوده هنا. هذا كله من ابناء المنطقه تعاونوا عليه، والبيوت اللي تشوفوها وراكم كلها تكسرت، والطريق مقطوعه، الشتي الحاره هذيك ما توصل، ولا اكل ولا كهرب ولا ماء، ولا الدنيا كلها مقطوعه علينا. كم منازل تهدمت، واحنا في البلبله من امس المغرب لان اليوم الصباح احنا على هذا الحال والحمد لله. نتيجة هذه المعاناة، قال عاقل منطقة محيفيف الشيخ حمود سعيد سالم إن دور السلطة المحلية والحكومة غائب أثناء إعصار تيج، مطالبا السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة بالقيام بدورهما في الوقوف مع المواطنين. أول شيء نرحب بالغناء المهرية، وشكرا على تواجدها معنا في هذه نعاني نحن كسكان محيفيف من الرياح والأمطار، القرية بكاملها وتوجد فيها كثير من الوافدين والنازحين، ونعاني ونطالب من السلطة أن تشوف مع المواطنين وتفاقدهم. الضرر عندنا بيوت حوالي يمكن 5 و6 و8 يمكن تكسرن نص قزون، وعندنا البيوت دخل المي لأن بيوت قديمة وما هن قدد صبة، دخل المي البيوت، والمكان التواجد الأكل والراشن مكان نعاني فيه، والمياه، ومن ناحية الخزانات المياه وكل شيء نعاني في هذا الصعب، الكارثة هذه الحادثة نعاني. رسالة إلى السلطة المحلية في المحافظة وإلى كل اليمنيين الدولة وإلى الرئيس عندنا هنا موجود رشاد العليمي، هو موجود، المفروض يتفاقدوا السلطة، تتفاقد المواطنين، ما يقعدوا يجلسون في الفنادق هناك نعم والشعب يعاني هناك.